شرفت قيادة عمليات نينوى بزيارة الشيخ باسم ممثل المرجع الأعلى سماحة السيد علي السيستاني لقيادة العمليات، وأيضا عند برنامج لزيارة وتفقد مدينة الموصل ومحافظة نينوى على وجه العموم. الحقيقة باحثنا في كثير من الأمور اللي تشكل هموم لأهل مدينة الموصل، وطلبنا أن ينقل تحياتنا للمرجع الأعلى، وأن أيضا مثل ما كان للمرجع دور مشهود وكبير أثناء القتال، وطلبنا منه أن يكون أيضا يكون له دور في تخفيف معاناة أهل مدينة الموصل وفي دعم مدينة الموصل، وأيضا في إمكانية إعادة الشرطة المفصولين وزيادة عديد رجال الشرطة والآليات بالنسبة للبلدية وغيرها يعني، وأن توجه الحكومة المركزية جهد خاص وكبير لإعادة البناء في مدينة الموصل وضواحيها. وعدنا الرجل أنه ينقل هذه الهموم إلى سماحة السيد علي السيستاني. كان اليوم لدينا حقيقة زيارة عن ممثل المرجعية العظمى في النجف الأشرف، مرجعية السيد علي السيستاني، الذي حقيقة أوفد الشيخ باسم إلى هذه المحافظة للقاء القيادات الأمنية والمدنية في هذه المحافظة للاطلاع على ما بعد عمليات التحرير. كان لفتوى المرجعية دور كبير في تحرير العراق بشكل عام ومحافظتنا محافظة نينوى بشكل خاص. حقيقة التواصل من قبل المرجعية ما بعد التحرير هي رسالة لأبناء نينوى بأننا المحافظات جميعا هي في ظل اهتمام هذه المرجعية العظيمة. نبارك بمثل هذه الزيارات. كان حقيقة لرجال الدين ومشايخنا الكرام والسادة الأفاضل من المرجعية دور كبير في دعم النازحين في هذه المحافظة أثناء عمليات النزوح التي حصلت بسبب المعارك وبسبب هيمنة عصابات داعش الإجرامية. هذه الزيارة قد أتت لمناقشة كثير من الأمور، والأمر المهم الذي ناقشناه حقيقة إمكانية المرجعية في مساعدة عودة النازحين إلى ديارهم، وخاصة لا زال هناك مخيمات للنازحين متوزعة في كل أنحاء العراق فيها أهالي هذه المحافظة العظيمة محافظة نينوى. نبارك بمثل هذه الزيارات ونتوجه بالشكر والامتنان الجزيل لسماحة السيد علي السيستاني الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة في كل محافظات العراق ومنها محافظة نينوى. تشرفت قيادة عمليات نينوى وكذلك قيادة الحشد الشعبي لمحافظة نينوى بزيارة الشيخ باسم ممثل المرجعية الدينية في النجف الأشرف، ممثل من السيد علي السيستاني الله يحفظه، وكثير من الأمور تم طرحها من خلال سيد قائد عمليات نينوى وقام محافظة نينوى للنقاط اللي ممكن أن تعالج من خلال المرجعية الدينية في النجف الأشرف، وحتى إيصال كل الأمور المتطلبات الخاصة بمحافظة نينوى إلى من خلال الشيخ إلى السيد علي السيستاني الله يحفظه. كذلك كان هنالك توجيه في خصوص المحافظة على النصر وما دماء الشهداء والجرحى ليكون حقيقة طريق متواصل للمحافظة على النصر. إن شاء الله المحافظة مستقرة أمنيا وأمن واستقرار المحافظة إن شاء الله، وإحنا كنا مقاتلين من قادة ومقاتلين هم في خدمة محافظة نينوى وفي في المحافظة على المستقرار. هنالك علاقات طيبة بين القادة والمقاتلين و أبناء محافظة نينوى، وسوف هذا يحقق النصر والأمن والاستقرار والاستمرار إن شاء الله بالمحافظة على الأمن.